الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في حج هذه السنة شهد في مزدلفة ومنى وجود أشخاص معهم إبل وضعوا عليها الزينات لتعجيرها على الحجاج الأجانب وأخذ صور تذكارية لهم وهم مرتبون عليها، هل هذا الفعل جائز لا سيما وأنه سيتطور ويكثر في الأعوام القادمة نظرا للإقبال الشديد على استئجارها لأجل هذا الغرض واتخاذها ذكرى؟ أرجو التوجيه. هذا من اللعب والعبث، تعذيب البهائم، وإذا كان أيضا يسحب وتوير هذا أشد، هذا خطر، هذا العمل لا يجوز. وعلى من رأى هذا الشيء وشاهده هل يكتب فيه، يكتب فيه لإمارة نفسه للمنع من هذا الشيء، يكتب فيه اللي هو حصل كذا وكذا، وهذا يشغل الحجاج ويجعل الحج كأنه نزهة وكأنه وقت رياضة أو يشغلهم عن العبادة، هذا عمل لا يجوز، يجب إنكاره، يجب إبلاغ المسؤولين عن الحج وهم إمارة مكة.